أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور الاحتفال الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الشقيقة. وقد نقل سموه تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الغالية. وتمنيات سموه للمملكة وشعبها للشقيق دوام الرفعة والازدهار. أكد سموه عمق علاقات الأخوة والمحبة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي ترتكز على وشائج قوية من المحبة ووشائج القربة والمصير المشترك. أشار سموه إلى أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي هو مناسبة للاحتفاء والتقدير لما قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة ولا تزال للأمتين العربية والإسلامية ولأشقائها من مواقف قوية وشجاعة في نصرة قضاياهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف. من جانبه رفع السيد ظافر بن إبراهيم عسيري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أسمائيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمامه ودعمه للعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تقديره لسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة على تشريف سموه للحفل. وأكد حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العمل المشترك مع مملكة البحرين في كل ما يخدم مصالحهما المشتركة، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها دوام التقدم والازدهار.